مشاهدينا الكرام في برنامجكم الجديد قصتي قصة. قصتي قصة هو برنامج اجتماعي كيحكي على وقائع ناس ليخلونا نبحروا ونغامروا في وقائع عاشوها ناس على غفلة وبدون سابق انذار. قصتي قصة جات تلبية لطلبات ناس عاشوا حوايج خلاصهم يتدمروا من بعد ما كانوا هانيين ومرتاحين. قصتي قصة جا باش يقربكم من الناس ما بغاوش يكشفوا على وجوههم وعطونا أسرارهم باش نوصلوها لكم وما يوقعش لكم موقع لهم. قصتي قصة برنامج واقعي من تقديم ليلى المتقي على السفير 24.